الرئاسات الثلاث تضع حداً لأحلام المغامرين وتؤكد لا أحد فوق مرجعية الدولة في العراق. ماذا يعني أن تكون معظم الجرائم المكتشفة خلال أسبوع من تنفيذ مسؤولين حكوميين؟ والعراق يسجل رقماً قياسياً جديداً بشرائه الثلاجة الأغلى في العالم. 7 أيام مع علي عبد الأمير عجام، مستضيفاً أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر.